Inshallah, let's do a special dua again for our brothers and sisters in Palestine, inshallah. Especially women and children are dying. They're innocent, inshallah. Let's, inshallah, turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Perhaps this hour or this moment is sa'atul istijaba, is the moment of istijaba, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وأيدهم ولا تؤيد عليهم وكن معهم يا الله وكن معهم يا أرحم الراحمين اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا رب العالمين اللهم إنهم فقراء فأغنهم وإنهم قليلون فكثرهم وإنهم ضعفاء فقوهم وإنهم ضعفاء فقوهم وإنهم ضعفاء فقوهم يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا ذا العزة والجبروت يا ذا العزة والجبروت اللهم فرج عنهم يا أرحم الراحمين وارفع الظلم عنهم يا رب العالمين وسدد خطاهم واشف مرضاهم واحفظ أولادهم يا رب العالمين اللهم احفظ أخواننا في غزة اللهم احفظهم وانصرهم يا رب العالمين وكن لهم مؤيدا ومعينا ونصيرا كفى بك وليا وكفى بك نصيرا لا نستطيع نصرهم ولا نستطيع أن نفعل شيء إلا الدعاء إلا الدعاء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف البلوى عمن نداه اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أرنا عجائب قدرتك في طيارتهم يا رب العالمين وفي قنابلهم وصواريخهم يا رب العالمين أرنا فيهم قدرتك واحجبهم عن إخواننا في فلسطين وخصوصا في غزة يا رب العالمين ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين يا ناصر المستضعفين يا ولي المتقين كلهم وليا ونصيرا يا رب العالمين اللهم حرر أرض فلسطين اللهم حرر أرض فلسطين اللهم حرر أرض فلسطين وحرر المسجد الأقصى ورده إلى أيدي المسلمين وارزقنا فيه صلاة ترضيك وترضى بها عنا يا رب العالمين يا الله يا الله إن إخواننا في أرض فلسطين وفي المسجد الأقصى مرابطون يتعرضون للظلم والقصف يا رب العالمين
العالمين. فاللهم اشف صدورنا يا الله بنصر عزيز تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بنصر وبمدد من عندك يا رب العالمين. طال هذا الظلم وطال يا رب هذا الظلم ونحن عبادك المستضعفين. لا ملجأ لنا ولا منجأ إلا إليك يا الله يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تغير أحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال واجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم على الحق والدين وردنا إلى هذا الدين ردا جميلا. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم بارك في هذه الأمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واهد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفق أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحبه وترضاه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نبرأ يا الله نبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حولك وقوتك أن تعيننا ولا تعن علينا وأن تنصرنا ولا تنصر علينا وأن تمكر لنا ولا تمكر علينا وأن تهدنا وتيسر الهدى لنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واعف عنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم خذهم ومن وادهم أو نصرهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تجعل لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين
المؤمنين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. يا جبار يا جبار يا قدير يا قوي يا متين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والفوز من كل إثم والفوز من بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله. اللهم استجب يا الله. So here we go. Just want to say something. Allah says, you already know this. Allah says in the Quran, Muslims are brothers, right? You know that. But here's the thing. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً. Allah uses إِخْوَة, which is so incredible. There's so many other words in Arabic could have said brother, but Allah chose إِخْوَة. إِخْوَة means, think about your blood brother, your sibling, blood brother. Allah says, each one of you is like blood brother. So our blood brother is bleeding out there. It is easy to make dua now because this is topical, but a month from now, 2 weeks from now, it may not be. Here's the call for all of you, including me. Keep them in your duas. Generations, decades has been going on that they're going through the same atrocities. Decades, 56 years of being in this way in 75 years. This is incredible. So we can't just make dua for a couple of minutes and become tired and just after a week give up. It doesn't work that way. Keep them just like your own brothers. Keep them in dua. So just want to say a few words, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya Allah, pour upon our brothers in Palestine and Gaza patience, make them steadfast and grant them victory over the oppressors and non-believers. Ameen. Ya Allah, bestow your mercy upon them. Ameen. Ya Allah, rectify their affairs and the affairs of all the Muslims, and especially brothers in Palestine and Gaza, O God of majesty and bounty. Ya Allah, ameen. Ya Allah, all praise are due to you. Ya Allah, help them and protect them. Protect especially people of Gaza and Palestine as they are going through these incredible challenges. Ya Allah, ease their affairs and ease their pains and sufferings. Ya Allah. Ameen, ya Ameen, ya Rabbil Alameen. JazakAllah khair.